السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الـ GIS Day، بمناسبة اليوم بتاع الـ GIS، في شوية أنشطة كده بحيث إن أنت تحبب الطفل في الـ GIS وفي الخرايط اللي موجودة، يعني حاجة زي كده مثلا هو يلونها وتبقى باينة إنها خريطة مثلا العالم اهيت وهكذا. عاملين شوية حاجات ظريفة نشوفها مع بعض إن شاء الله. هسيب لكم الرابط بحيث ان انت ممكن تطبعها تبع اسري هنا. ده برضو هنا بتكتب اسمك والسكيلز بتاعتك، وبعد كده تبدأ بقى تشوف الانشطة اللي موجودة. زي ان انت توصل من خلال الارقام، في الفتاة ديت هنساعدها انها تعمل شوية خرايط. بحيث ان انت تقدر تحدد المدرسة بتاعتك، وعايز تشوف الجو مثلا ريننج ولا سنوينج. بحيث ان الطفل يتعود على موضوع الخرايط واحدة واحدة. دي شوية انشطة جميلة، انا هسيب لكم الرابط لان الموضوع ممكن يعجب الاطفال.